تقف عليه الزاويه. لا ما خلاص بقى، اصل هو كل حد بيتخيل هو بيروح جاي. درع نادي طلعت حرب للاستاذ الدكتور حسن ابو الغيط عميد كليه الطب بجامعه الازهر والمشرف العام على فرق العزل بمستشفيات الازهر ومنشاه ناصر والعبوزه. الاستاذ الدكتور احمد مسعد النجار مدرس تقدير ورعايه مركزه بمستشفى العجوزه. حد يديله مايك. الأستاذ الدكتور النادي يوسف عمر مدير مستشفى الجمهورية. الأستاذة الدكتورة إيمان سيد محمد عبد الحليم رئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا. الأستاذ الدكتور بهاء أبو زيد مدير مستشفى المعلمين. الأستاذ الدكتور عمر عثمان مدير الخدمة الطبية ببنك مصر. الأستاذ الدكتور عمرو جمال الرشيدي مدير حميات سوهاج. الأستاذ الدكتور عمرو فاروق مدير عزل عين شمس الجامعي بالعبور. الأستاذ الدكتور فراج هنداوي محمد مدير مستشفى عزل ملوي المنيا. الدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة عضو مجلس الشيوخ. دكتور فتحي عبد الستار بكري عبد الستار. احنا هنخش جوه نطلع كلنا بره.
نرجع بس ورا، نرجع ورا دي واحدة تاني، نرجع عشان نصور معاكم. درع نادي طلعت حرب لنقابة الأطباء، تتسلمه الأستاذة الدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء عضو مجلس الشيوخ. طب تدينا مساحة معاك ولا نخش معاك؟ تعالى هنا معانا، تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا، ماشي كده حلو، كده حلو يا مدير، ربنا يبارك لك يا عبد الله. درع لشهداء مصر، لا شوية مصر لن تنساكم، يتسلمه الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء. ونقابة الأطباء بتقدم درع النقابة للأستاذ محمد الأتربي رئيس نادي طلعت حرب. تقدم النقابة درع النقابة للمدير التنفيذي لنادي طلعت حرب الأستاذ شريف خليل. يا عبد الله ارحمنا يا عبد الله.